عشان نعمل دونتس هشة والعجينة من جوه تبقى كده طرية وفلافي بتبقى حلوة جدا. هحتاج كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية، وهمكس المكونات الجافة كلها مع بعض. وهنزل عليهم ببيضة، وبعد كده عليها نص كوباية من اللبن، وعليهم رشة فانيليا وربع كوباية من الزبدة، وكلهم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي اشغل العجان او الستاند ميكسر على حسب اللي عندك على سرعة واحد، وابتدي ازيد بالسرعة اقصى حاجة لدرجة تلاتة. اهم حاجة بس نعجن بسرعة منخفضة في الاول لمدة 14 دقيقة تقريبا، وكده خلاص العجينة معايا طلعت. هحطها في حاجة غويطة واحط عليها ستريب تخمر لمدة ساعتين في مكان دافي، واتأكد ان المكان دافي وكده تمام. العجينة خمرت معايا وناجحة جدا. دي بقى ان انا افردها بالسمك ده، هو ده بالظبط السمك اللي انا عايزاه. وهبتدي اجيب كوباية او اي حاجة عندي وابتدي اخد اشكال مدورة بالشكل ده على العجينة. انا كان عندي دي اصلا بستخدمها، وواحدة صغيرة تانية لو عندك غطا تصرفي عادي، مش لازم يعني دي، عشان اعمل دايرة تانية جواها عشان تطلع لي الدونتس. اهم حاجة بس نحاول على قد ما نقدر ان انا اظبط الدايرة بتاعتي مظبوط. حاولت على قد ما اقدر ان انا اطلع الاشكال مظبوطة وكده تمام. هسيبها بس تخمر 5 دقايق بعد ما نقطعها بالشكل ده، وكده هي تمام معايا خمرت بعدها بشويه. هبتدي بقى اجيب زيت غزير، وما يعني اخد بالي ان هو ما يسخنش قوي قوي قوي، يعني هتشك كده بواحده صغيره اللي كانت جواها دي، يكون الفقاعات كده بسيطه، وابتدي انزل. اهم حاجه الزيت ما يكونش سخن جدا عشان ما يلسعهاش، وفي نفس الوقت تطلع معايا مظبوطه وما تشربش زيت كتير. يا دوبك يكون بيطلع الفقاعات البسيطه دي زي ما انتم شايفين كده. وكده قلبتها الناحيه التانيه، بحب لونها يكون فاتح كده شويه، بتبقى الطف. واصفيها كويس من الزيت واحطها على اي مصفى او اي حاجه، يعني دي الدوائر اللي كانت جواها بحب اعملهم قوي، بيبقى شكلهم لذيذ وطعمهم حلو. اهم حاجه زي ما قلت لكم الزيت ما يبقاش سخن قوي عشان ما يبقاش لونها كده محروق وما تبقاش الطف حاجه، احنا عايزين لونها كده يفضل جولد لطيف. هبتدي بقى اعمل اول حاجه الجليز بتاع السكر الابيض. هحط كوبايه من السكر وعليها معلقتين من اللبن، ده بيكون الاساس بتاعي اللي بعد كده ممكن احط عليه كاكاو يبقى شوكولاته، او احط عليه لون يبقى بينك شويه، او احط عليه ريحه فراوله بتبقى حلوه برضو. هنجرب كل التجارب مع بعض. هنا كده انا عملتها بالسكر اللي هي البيزك الاساسيه، وهنا حطيت عليها فراوله مديه لون، وهنا حطيت شوكليت بس دي شوكليت لوحدها، وده اللوتس برضو بتبقى حلوه قوي. وبس كده بتبقى حلوه جدا، وعملت بيها اشكال كده تقدروا تشكلوها. طبعا عايزه اقول لكم الشوكولاته واللوتس انا خففتهم بلبن وحطيتهمش على السكر، بس انتي ممكن تضيفي كاكاو او اي نكهه انتي تحبيها على السكر، برضو هيديكي السمك بتاع الجليز اللطيف، ومن جوه جدا هشه ولطيفه جدا. جربوها هتعجبكم قوي، ما تنسوش تبعتولي.